في كلمة ألقاها أمام وزراء الإعلام العرب في اجتماع الدورة الاعتيادية 48 في القاهرة، أكد سعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي أن قناة الجزيرة فشلت في تحقيق أدنى مستوى من الأخلاقيات المهنية التي يجب أن تتحلى بها وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن القناة القطرية سعت إلى نشر الفوضى والخراب في المنطقة، مشددا على أن تصاعد أعمال العنف والإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية يمثل العدو الأول للتنمية والخطر الأكبر لأمتنا، لافتا إلى أن هذه التحديات تفرض على الأجهزة الإعلام العربية العمل معا لمواجهتها والتصدي لها. في الوقت الذي تستمر فيه قطر بسياسة التعنت والتناقض والمراوغة إلى جانب التدويل الذي لا مناص منه حسب رؤيتها، والذي يشكل مواد دسمة بالنسبة للإعلام القطري ولقناة الجزيرة خاصة، لكن بمزيد من الفبركة والتدليس. أما ترويج الجزيرة للتحريض المعهود فهو ليس بأفضل حال، خصوصا بعد اجتماع الدورة العادية 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي عقد في القاهرة. اجتماع أتى لنصرة الإعلام العربي ودعا لعزل قنوات الفتنة، ونالت الجزيرة نصيب الأسد من الإدانات والاتهامات، بدءا من الكلمة الافتتاحية والتي ألقاها سعادة وزير الإعلام علي بن محمد الرميحي. البحرين وحتى هذه اللحظة من أكثر الدول المتضررة من ممارسات شبكة قنوات الجزيرة القطرية ومنصاتها الرقمية وغيرها من قنوات الفتنة المملوكة أو التابعة لإيران، ضمن أجندات عدوانية دخيلة على مبادئنا وتنتهك قواعد الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، وتسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة الأمن والاستقرار والمساس بوحدة بلادنا وهويتها الوطنية، وتزوير الوقائع وبث الشائعات والتقارير المغلوطة والدعايات للجماعات والتنظيمات الإجرامية. ولطالما عرفت الجزيرة بأنها منبر الإرهابيين وأصحاب الفكر المتطرف بشكل لا يخفى على المشاهد العربي، وهذا ما أكده الرميحي في كلمته. فعندما تعلن جميع استخبارات دول العالم في البحث عن شخصية إرهابية، نرى هذا المطلوب دوليا على شاشة هذه القناة حصريا وبتصوير عالي الجودة. ووصل الوزير كلمته أمام الوزراء العرب، وقد تطرق على وجه الخصوص إلى الحملة الممنهجة التي قادتها الجزيرة للإساءة إلى البحرين. أي حرية تعبير تلك التي تبث أكثر من 900 خبر وتقرير سلبي عن بلدي البحرين بشكل ممنهج خلال فترة محددة تتضمن تحريض على العنف والكراهية. القاهرة التي لطالما كانت مستودعا للوحدة العربية ومنطلقا للعمل العربي المشترك، توحدت فيها الأصوات واجتمعت على إدانة الجزيرة القطرية ومن يتبعها، مؤكدين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صفاء الساحة الإعلامية العربية من منابر الفتنة والتحريض على الإرهاب.